الظهيرة من الميادين، أهلا بكم وإلى عناوينها. الجيش السوري يصعد خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، ونائب روسي ينقل عن الأسد قوله أن تغييرات إيجابية تشهدها سوريا. قتلى وجرحى في مواجهات عنيفة في أبيان جنوب اليمن بين قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا وقوات هاد المدعومة سعوديا. قوى أعلان الحرية والتغيير في السودان تتفق على أسماء ممثليها في المجلس السيادي. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى، والخارجية الفلسطينية تدين مشاركة عدد من موظفي البيت الأبيض في الاقتحام. موسكو وبكين تنتقدان الاختبار الصاروخي الأمريكي وتريان أنه يكشف نية واشنطن الحقيقية. أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده شهدت تغيرات إيجابية في الوضعين العسكري والسياسي. النائب في البرلمان الروسي ديمتري سابلين نقل عن الرئيس السوري تأكيده أن تقدم الجيش في ريف حماة الشمالي ووجود القوات الروسية في المنطقة يرافقه هروب المسلحين إلى تركيا. موقف الرئيس السوري يأتي في الوقت الذي يواصل فيه الجيش السوري التقدم في ريف إدلب الجنوبي، وفي هذا السياق أكد المرصد السوري المعارض سيطرة الجيش السوري على مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي بعد انسحاب المجموعات المسلحة منها، وذلك إثر اشتباكات عنيفة مع الجيش السوري. المرصد المعارض تحدث أيضا عن استعادة الجيش السوري عددا من قرى ريف حماة الشمالي، أبرزها كفر زيتا ومورك ولطامنة ومعركبة واللحية واللطمين. وفي المقابل قالت جبهة النصرة إنها أعادت التمركز جنوب خان شيخون. ومع سيطرة الجيش السوري على خان شيخون ورده المباشر على الرتل العسكري التركي، تتبدى على نحو واضح خطوط الحسم التي ترسمها دمشق، وذلك تزامنا مع تنسيق سوري تركي استخباراتي تمهيدا للتسوية المنتظرة، أو تنسيق روسي. حاولت تركيا أن ترسم خطوطها الحمر في خان شيخون فمحتها سريعاً سوريا. القرار السوري بدعم روسي لا يبدو أنه يتضمن أي عودة إلى الوراء. دمشق قالت كلمتها في الميدان وفي السياسة. كلام وليد المعلم عبر الميادين كان واضحاً عندما قال إن تطبيع العلاقات بين البلدين ممكن حين تغير تركيا سياستها، ولكن الرهانات التركية تبقى حاضرة، وما واقعة خان شيخون إلا آخر دليل. هل هي رهانات أو مكابرة أو ربما تأخير الوصول إلى النتيجة نفسها؟ الثابت أن التمهيد لهذه النتيجة يحصل ومنذ أشهر على المستوى الأمني وفق معلومات الميادين وتأكيد المتابعين. نحن حقيقة في الميادين لدينا صراحة معلومة منذ أقل من شهر، وتحفظنا عن ذكرها لاعتبارات عديدة، بأن لقاء جمع مسؤول أمني رفيع المستوى سوري مع مدير المخابرات التركي فيدال حقان في موسكو، وكان يفترض لهذا اللقاء أن يسفر عن بداية جديدة ربما. إلى أي حد تمتلكون معلومة، أو ما رأيك بمثل هكذا الطرح؟ أنا سبق تحدثت عبر شاشة المادي، وهذه معلومات موثقة، وقلت أنه جرى لقاءين بين السيد حقان فيدان ويعني مدير إدارة المخابرات العامة مرتين في طهران، وأيضا جرى لقاء في مدينة كسب على مستوى رئيس فرع أمن الدولة، وهذه لقاءات أمنية متواصلة. المعلومات السورية تقول بأن المؤسسة العسكرية والأمنية التركية أصبحت تدرك أكثر وتتفهم أكثر السوريين، وهذه معلومات أيضا أتحدث هنا. أنا أستطيع أن أقول أن هذا اللقاء نعم جرى. القنوات بين سوريا وتركيا لم تغلق بالكامل، وأما ما تقدم عليه أنقرة فليس إلا لحفظ ماء الوجه. الآن هناك قرار لا عودة عنه بعملية في إدلب. تركيا اليوم في وضع مأزوم داخليا في علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، في اندحار الفصائل التي تدعمها في إدلب، تريد أن تخرج أو أن تحفظ ماء وجهها في الملف في الحرب التي قادتها وكانت منصتها الرئيسية على سوريا. لذلك أعتقد أن تركيا الآن يعني الاتفاق في طريقه للتطبيق بالقوة العسكرية.
تركيا الباحثة عن الأمان الحدودي، لابد أن يكون العامل الكردي نقطة مشتركة بينها وبين سوريا، إضافة إلى دحر الإرهاب، إذا ما كان هذا فعلياً أحد أهداف أنقرة. ومن العاصمة السورية دمشق ينضم إلينا للمزيد مراسلنا محمد الخضر. محمد، المزيد من التفاصيل تحديدا حول آخر معطيات متوفرة حول خان شيخون، تنسيقيات المسلحين كيف تتحدث، وأيضا حتى الساعة هل من تصريح رسمي بخصوص هذا الموضوع؟ في الواقع لا يوجد تصريح رسمي حول موضوع خان شيخون. عادة الناطق الرسمي السوري أو التعليق من الإدارة السياسية يأتي بعد أتمام كل هذه العملية، أي بعد تأمين واستعادة السيطرة ورفع العلم السوري فوق أي موقع. واليوم نتحدث عن خان شيخون، إنما في المقلب الآخر المجموعات المسلحة، التنسيقيات التابعة لها، الناشطون المحسوبين عليها من كل تلاوين هذه التسميات، أعلنت عن انسحاب المجموعات المسلحة بعد اشتباكات عنيفة فتقدم خلالها الجيش السوري مساء أمس في الأحياء الغربية والشمالية الغربية من مدينة خان شيخون. وحتى التصريحات التي صدرت يعني صباح هذا اليوم عن أبو خالد الشامي المتحدث باسم جبهة النصرة، وقال فيه أنه تتواجد مجموعات من هذه من هذا التنظيم أو هذا الفصيل في جنوب خان شيخون، يعني رؤية به أنه يريد طمأنة الحاضنة الشعبية لهؤلاء المسلحين في تلك المناطق. أكثر من ذلك، هناك حالة انسحاب واسعة وكبيرة سجلت وأعلنت أيضا مصادر المعارضة والتنسيقيات من مناطق في ريف حماة الشمالي من اللحاية والطمين وكفر زيتا ومناطق الصياد، وكل هذه مناطق تقع في ريف حماة الشمالي. وبطبيعة الحال بالمعنى العسكري انسحاب هؤلاء مفهوم، على اعتبار أن تقدم الجيش السوري وسيطرته على خان شيخون تعني حصار هؤلاء في تلك المناطق. لذلك تجنبا لهذا الحصار فروا منذ ساعات منتصف الليلة الماضية وحتى ساعات صباح هذا اليوم، مع الإشارة إلى أنه في هذه اللحظات هناك تركيز بالقصف والعمليات الجوية على منطقة التمانعة، وهي منطقة توازي تقريبا خان شيخون، وفي حال السيطرة عليها يصبح هذا الجيب في ريف حماة الشمالي مغلق بشكل كامل. طيب أيضا بتوازي مع هذا يعني هذا التقدم للجيش السوري، كان هناك حديث أو الحديث عن الرتل العسكري التركي الذي تقدم باتجاه الأراضي السورية ومن ثم كيفية الرد السوري عليه، أين أصبح هذا الرتل؟ في الليلة الماضية في الواقع يعني انتشر عناصر هذا الرتل والآليات في محيط الطريق الدولي قرب معرة النعمان، أي أنهم بعد فشل عملياتهم بالدخول إلى مناطق الاشتباك في خان شيخون إيقاف هذا الرتل توقف في تلك المنطقة وانتشر على مساحة يعني حوالي 2 إلى 3 كيلومترات. هناك معلومات عن مصادر المسلحين تشير إلى أنه ربما تقام نقاط لهم في تلك المناطق، إنما بالمعنى الميداني حتى هنا مصادر ميدانية تتحدث عن أن إيقاف هذا الرتل ومنعه من الدخول إلى منطقة خان شيخون ومن ثم إلى مورك حيث النقطة التركية التاسعة يعني عمل عسكري لا يقل أهمية عن استعادة خان شيخون، هو القضاء على محاولة لدعم المسلحين في تلك المنطقة، وهذه العملية على ما يبدو نجحت بإيقاف هذا الرتل وأبعاده عن هدفه بالوصول إلى منطقة خان شيخون ومن ثم إلى مدينة مورك. إذن محمد الخضر مراسلنا من سوريا، شكرا جزيلا لك. كل شيء. في اليمن سقط عدد من القتلى والجرحى في مواجهات عنيفة ومستمرة بمختلف أنواع الأسلحة بين قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا وقوات موالية لهادي في أبيان جنوب البلاد. وكانت قوات المجلس الانتقالي قد سيطرت على معسكر قوات الأمن الخاصة في زنجبار. التطورات سريعة ومتلاحقة في محافظة أبيان جنوب اليمن، فقد اندلعت في مديرية زنجبار مواجهات بين قوات الحزام الأمني وقوات موالية للرئيس هادي تسببت بعشرات الضحايا بين قتلى وجرحى. شهود عيان نقلوا أن أصوات الانفجارات هزت مناطق مختلفة من المحافظة، إذ استخدمت مختلف أنواع الأسلحة في القتال العنيف بين الطرفين. المواجهات تلت ما عدته حكومة هادي تصعيدا خطيرا وغير مبرر، تمثل في سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على معسكر لداخلية اليمنية التابعة لهادي من دون مواجهات. فقد أفاد مصدر محلي أن قوات الأمن الخاصة سلمت مقرها ومخازن أسلحتها وعتادها لقوات المجلس الانتقالي أو ما يعرف بقوات الحزام الأمني بعد حصار استمر لساعات. هذا التطور يؤكد إحكام سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا على محافظة أبيان مسقط رأس الرئيس المدعوم السعوديا عبد ربه منصور هادي.
وزارة الخارجية في حكومة هادي رفضت ما جرى في أبيان وعدته تهديدا لجهود الوساطة السعودية الرامية إلى إنهاء الأزمة المتأججة في جنوب اليمن بعد سيطرة الانتقالي الجنوبي على مقر حكومية وميناء عدن. تطورات الجنوب اليمني يعدها الموالون لهادي انقلابا على حكومته ينقل الأزمة اليمنية إلى مستوى خطير. وللمزيد ينضم إلينا من العاصمة اليمنية مدير مكتب الميادين في صنعاء أحمد عبد الرحمن. أحمد، المزيد من التفاصيل حول أبرز تطورات حتى الساعة في أبيان، أيضا كل هذه المعارك على خط الساحل في المحافظات الجنوبية، ما الهدف منها بالتحديد؟ بداية من المعلومات الأخيرة دينا تفيد بتمكن قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا من السيطرة على معسكر الشرطة العسكرية في مديرية الكود المؤدية إلى مدينة زنجبار عاصمة أو مركز المحافظة محافظة أبيان بعد اقتحام هذا المعسكر وعقب معارك وصفت بالعنيفة وخلفت قتلى وجرحى من طرفي القتال هناك. والمعلومات أيضا تفيد بأن عدد القتلى يتجاوزون العشرة مسلحين أو جنود وأكثر من 20 مصابا نتيجة هذه المعارك. أيضا القوات المدعومة إماراتيا تفرض حصارا كاملا بعشرات الأطقم العسكرية والمدرعات الإماراتية على معسكر قوات الأمن الخاصة بمدينة زنجبار وما زالت تدفع بتعزيزات كبيرة إلى المدينة. وهناك بعض الأنباء تشير إلى أن هذا المعسكر قد سقط بأيدي قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، لكن حتى هذه اللحظة لم يتسنى لنا التأكد من دقة هذه المعلومات. طبعا أيضا هناك مصادر تتحدث بأن القوات المدعومة إماراتيا أقامت كثير من الحواجز والنقاط العسكرية والأمنية في مدينة زنجبار وعلى الخط المؤدي إلى مدينة الكود باتجاه عدن أبيان، وأيضا توقف هذا الخط الرابط بين المدينتين وأيضا الخط الدولي نتيجة المعارك العنيفة التي دارت خلال الساعات الماضية وما زالت تدور في هذه المناطق. طبعا أبيان هي مسقط رأس الرئيس عبد الرب منصور هادي دينا، وأيضا هي لها امتدادات ولها أيضا ساحل إلى البحر العربي وأيضا ترتبط مع البحر الأحمر مع تعز عبر مناطق تؤدي إلى باب المندب، وبالتالي السيطرة على هذه المدينة وعلى مناطقها سيؤمن هذا الخط الساحلي المؤدي إلى المخا مع البحر العربي البحر الأحمر وأيضا إلى الحديدة. أيضا هذه المدينة وهذه بمناطقها المتعددة هي معقل كبير ومهم لتنظيم القاعدة وأيضا لداعش هناك. أيضا هذه المدينة هي امتداد وأيضا عمق لمدينة عدن العاصمة المؤقتة لحكومة هادي وأيضا كما يقول المجلس الانتقالي الجنوبي عاصمة الجنوب، وبالتالي السيطرة على هذه المدينة سيكون مهما لتأمين خلفية مدينة عدن وأيضا كمقدمة للسيطرة على المناطق الأخرى في الضالع وأيضا مناطق لحج وأيضا بعض المناطق المحادة والملاصقة ومرتبطة أيضا بتعز محافظة تعز غرب اليمن، وهي مقدمة ومؤشر على تحرك المجلس الانتقالي الجنوبي للسيطرة على ما هو خارج يده حتى هذه اللحظة من مناطق جنوب اليمن. إذا أحمد عبد الرحمن مدير مكتب الميادين في صنعاء، شكرا جزيلا لك. إذا يتمسك المجلس الانتقالي الجنوبي بمواقعه التي سيطر عليها في عدن، يأتي ذلك بعدما فشلت اللجنة السعودية في الإشراف على تنفيذ انسحاب قوات المجلس المدعومة إماراتيا من مواقع سيطرت عليها بعد مواجهات مع قوات الحماية الرئاسية في عدن. أحمد زبيبة. خطوات لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي على الأرض لتطبيع الحياة في عدن جنوب اليمن كسلطة أمر واقع بعد طرد حكومة هادي تمثلت في إعادة تفعيل أعمال السلطات المحلية ومؤسسات الدولة في عدن، ما يضع حكومة هادي المرحلة إلى الرياض في مأزق لا تحسد عليه وسط تهاون سعودي وإماراتي.
طوال 4 سنوات لم تستطع هذه الشرعية أن تثبت وجودها في عدن أو في غيرها من المحافظات، وظلت عبارة عن اسم فقط دون أي وجود على الأرض. إذن نحن أمام مشهد يقول أن هناك محاولة لإنتاج شرعية جديدة وحتما ستلحق بالشرعية السابقة. يرى مراقبون أن هناك توجها إماراتيا سعوديا لاستبدال شرعية هادي والاستغناء عنها بشرعية المجلس الانتقالي الجنوبي، وما يؤكد ذلك فشل كل محاولات طرف هادي الاستنجاد بالسعودية للضغط لإنهاء الانقلاب على شرعيتها حتى اليوم. هناك محاولة للاستغناء عن شرعية هادي والبحث عن شرعيات أخرى، والمجلس الانتقالي لم يرتب أمره بعد في إطار ما يسمى بالتقسيم الجنوب، وبعد ذلك السعودية لا تأخذ حصتها وفقا لتقسيمهم طبعا وليس وفقا لما سيكون واقع يعني لتحقيق حصتها في الشمال. وبرغم وجود لجنة سعودية للإشراف على انسحاب قوات الحزام الأمني في عدن، ما زالت تحتفظ بسيطرتها على مجمل المواقع وأهمها البنك المركزي وقصر المعاشيق ومعسكرات الحماية الرئاسية ورئاسة الوزراء. يعمل المجلس الانتقالي الجنوبي على تحويل سيطرته العسكرية في عدن إلى واقع سياسي عبر تقويض سلطة هادي في الجنوب، ما يعني بسط هيمنة الإمارات أكثر هناك كما يرى مراقبون. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين. أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه سيزور باريس يوم الجمعة وسيلتقي الرئيس الفرنسي ووزير خارجيته. ظريف خلال لقائه حشدا من أبناء الجالية الإيرانية في العاصمة السويدية ستوكهولم أشار إلى أن العقوبات الأمريكية عليه لا تأثير لها، وأن الأمريكيين يسعون إلى فرض العقوبات على الشعب، لذلك فإن ذلك يعد إرهابا اقتصاديا. ومن هلسنكي، رفض ظريف التفاوض من جديد بشأن الاتفاق النووي، أما نظيره الفنلندي فقد أكد دعمه للاتفاق واعدا بأن تبذل بلاده بصفتها رئيسة للاتحاد الأوروبي قصارى الجهود لتشغيل آلية أنستكس. سلام العبيدي. الدبلوماسية الإيرانية تتحدث من موقع قوة عندما يجري المساس بمصالح طهران القومية وحقوقها المشروعة. هذا ما يمكن استنتاجه ليس فقط من تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في هلسنكي ولا محطات جولته الإسكندنافية، وإنما أيضا من ردة فعل وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو الذي وعد بأن تفعل بلاده كل ما بوسعها لإنقاذ الاتفاق النووي. بالنسبة إلى إيران، المسألة واضحة ولا تحتاج إلى مفاوضات جديدة بشأن برنامجها النووي. إيران ليست مهتمة بالحوار مع واشنطن، نحن كنا في اتفاقية بذل الكثير من الجهد لها وكانت صفقة مثالية لكل الأطراف. الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق، ويجب أن يكون الحديث عن العودة إلى طاولة المفاوضات التي انسحبوا منها وعن الالتزامات التي قطعوها وكيف يمكن أن يعودوا إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن الذي كان برعايتهم. فنلندا التي ترأس مجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الحالي تريد أن تسهم بقسطها في إيجاد حلول للقضايا الإقليمية، ولا سيما أنها أظهرت في مناسبات متعددة استعدادها وقدرتها على ذلك. فيما يتعلق بدور أوروبا في دعم الاتفاق النووي في هذه المرحلة الصعبة، فإننا نسعى إلى بذل كل جهد ممكن لوضع آلية في هذا المجال، وإن نظرة فنلندا للآلية الأوروبية أنستكس إيجابية. دور فنلندا كرئيسة للاتحاد الأوروبي هو أن تبذل قصارى الجهود لحل هذه القضية، ولا سيما أن قمة لمجموعة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ستعقد قريبا في هلسنكي. لكن خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي لم تكن يتيمة في أجندة زيارة ظريف العاصمة الفنلندية. طهران وهلسنكي تتقاطعان في المواقف والرؤى بشأن أهمية الحوار بين دول الخليج لخفض التوترات في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية للعالم برمته. بعد جواد ظريف سيحل ضيفا على العاصمة الفنلندية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيكون الملف الإيراني من بين أولويات مباحثاته مع القيادة الفنلندية، ما يدعم جهود فنلندا على المسار الإيراني. سلام العبيدي، هلسنكي، الميادين.
ويبقى معنا مفدى الميادين إلى فنلندا سلام العبيدي معنا من هلسنكي مدير مكتب الميادين في موسكو. سلام، يعني زيارة بالأمس لوزير خارجية محمد جواد ظريف إلى هلسنكي، أيضا من المرتقب زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ما بين الزيارتين الموقف في فنلندا، وكيف هي الأجواء في فنلندا ما بين هاتين الزيارتين، وهي الملفات نفسها مطروحة أيضا؟ طبعا في ختام زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى فنلندا صدرت طبعا ردود أفعال معظمها كان إيجابيا، وأيضا ردود الأفعال التي سمعناها من تقارير إعلامية في ستوكهولم أيضا توحي بأن الزيارة إلى العاصمة السويدية أيضا ستكون مهمة جدا، ليس فقط للجانب الإيراني ولكن أيضا للجانب الآخر، يعني للسويديين وكذلك للغرب بشكل عام، خاصة أن جواد ظريف يحمل في حقيبته العديد من الملفات. وفي الآونة الأخيرة طبعا على خلفية حوادث الناقلات والسفن في الخليج، سواء كان الناقلة التي اعتقلتها السلطات البريطانية في جبل طارق، أو كذلك الناقلة التي أوقفتها السلطات الإيرانية في مضيق هرمز والتي اتضح أنها سويدية، كل هذه الأمور تدفع كافة الأطراف المعنية إلى البحث عن آليات لإيجاد ما يمكن أن يسهم في تعزيز الإجراءات الأمنية وحرية الملاحة، ليس فقط في منطقة الخليج ولكن في العالم بأسره. هناك أيضا مشكلة القراصنة على سبيل المثال، لذلك هذه أصبحت مسألة ملحة للمجتمع الدولي وللدول التي تعمل من أجل إيجاد صيغ وحلول لمثل هذه المسائل. طبعا ظريف في ستوكهولم لن يكتفي ببحث هذه القضية وقضية الحوار بين الدول المعنية في الأمن والاستقرار بمنطقة الخليج، ولا سيما أن السيد ظريف قام بجولة كبيرة، وهذه الجولة ستستمر وستنتهي في الصين الأسبوع المقبل، أيضا سيسافر إلى فرنسا بعد النرويج للقاء الرئيس ماكرون وكذلك لودريان الفرنسي. لكن كل هذه الأمور هي تأتي في حقيبة واحدة، المعلوم أن السويد لعبت دورا مهما في مسألة إطلاق الحوار بين الأطراف اليمنية واحتضنت اجتماعا مهما في هذا الاتجاه، لذلك أيضا الشأن اليمني سيكون حاضرا في مباحثات ظريف في ستوكهولم مع نظيرته السويدية وولستروم. وطبعا إلى إضافة إلى قضايا أخرى. إذا سلام العبيدي مدير مكتب الميادين أو موفد الميادين إلى هلسنكي، شكرا جزيلا لك. إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في الخارجية الأمريكية أن واشنطن نقلت موقفها القوي بشأن الناقلة الإيرانية إلى الحكومة اليونانية التي أبحرت الناقلة باتجاهها. وقال المسؤول إن أي جهود لمساعدة الناقلة الإيرانية قد ينظر إليها على أنها دعم لمنظمة تدرجها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية وفق تعبيره. في السودان، حسمت قوى إعلان الحرية والتغيير أسماء مرشحيها إلى المجلس السيادي بعد اجتماع عقده المجلس الرئاسي للقوى بمشاركة لجنة الترشيحات. وذكر موقع سودان تريبيون أن النقاشات العاصفة تمخضت عن التوافق على كل من عائشة موسى وحسن شيخ إدريس ومحمد الفكي سليمان وصديق طاور ومحمد حسن التعايشي. ومن المنتظر أن يعلن رئيس المجلس العسكري اليوم تأليف مجلس السيادة وتعيين عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء على أن يحل المجلس أو يحل المجلس العسكري الانتقالي بعد ذلك. رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة محمد المهدي حسن قال إنه تم التوافق على اسم العضو الحادي عشر في المجلس السيادي وهي سيدة قبطية. حسن أوضح للميادين الظروف التي أخرت تسمية أعضاء قوى إعلان الحرية والتغيير خلال اليومين الماضيين. قوى الحرية والتغيير اتفقت على أن لا يكون من بين من تقدمهم لشغل المواقع في مجلس السيادة وكذلك مجلس الوزراء، على لا يكون من بينهم حزبي صارخ، بمعنى أن لهم انتماء حزبي صارخ. هذا المبدأ تم الإخلال به في الترشيحات لمجلس السيادة، ولذلك احتجنا ل 48 ساعة لنعيد النظر في الأسماء التي تم تقديمها لمجلس الوزراء ولمجلس السيادة. وحدث نقاش طويل تباينت فيه الرؤى، حدث فيه خلافات أساسية كبيرة جدا، على حال في النهاية الأمر أخضع للتصويت ووقع الاختيار على هذه الأسماء التي توجد الآن في رأيتمها في الإعلام.
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وتأتي هذه الاقتحامات عشية الذكرى الخمسين لإحراق المسجد. مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في راس الدبس قال أن نحو 90 مستوطنا بينهم 50 طالبا يهوديا اقتحموا المسجد الأقصى بمجموعات متعددة ونظموا جولات استفزازية في باحاته وسط محاولات لأداء طقوس تلمودية في هذه الباحات. الخارجية الفلسطينية دانت مشاركة عدد من كبار موظفي البيت الأبيض في اقتحام باحات الأقصى، وفي نابلس أصيب 5 فلسطينيين خلال تصديهم لاقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف لأداء طقوس تلمودية. ومعنا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحان. ناصر، المزيد حول هذه الاقتحامات، أيضا استمرار الاقتحامات وتصعيد وتيرتها بهذا الشكل إن كان في الأقصى أو في مناطق أخرى من الأراضي المحتلة، هل هي اقتحامات عادية أم تأتي في سياق معين أو لهدف وغاية معينة؟ نعم دينا، يتعاظم الخطر في الأراضي المحتلة كل يوم مع تعاظم العدوان الإسرائيلي. هذا العدوان يبدو لنا منظما وممنهجا تحت مظلة سياسية رسمية وزارية حكومية إسرائيلية، الهدف منها إعادة تنشيط الصراعات حول المقامات الدينية. نلاحظ بأن المستوطنون اقتحموا سباستيا، المستوطنون يقتحمون قبر يوسف تقريبا في الأسبوع 3 مرات، العدوان على الحرم الإبراهيمي. بالتزامن مع ذلك، كل هذا بالتوازي مع ما يحدث في المسجد الأقصى، وأكثر من ذلك الكنس في الداخل وما تتعرض له، هذا يقود ويشعل الصراعات الدينية بشكل كبير. ما يعني أن إسرائيل بدأت حرب مقامات وهي مقامات فلسطينية. إذا لاحظنا من قبل أيضا مقام النبي هارون في البتراء في الأردن أدى إلى أزمة مع الأردن، ورد البرلمان الأردني بقسوة على هذه الانتهاكات وسط عدم وجود أي خطة سياسية ولا أي برنامج سياسي، بالتلويح بعصا صفقة القرن. كل هذا يحدث ويؤدي إلى مزيد من العمليات الغاضبة، عمليات الغضب. والغريب أن لفت الانتباه أن إسرائيل التي تحذر من انتفاضة جديدة هي التي تقوم بالعدوان اليومي تحت مسميات عدة، وأيضا ينتقل الغضب إلى قطاع غزة والقدس انتفاضة كل يوم. إذا ناصر اللحام مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة، شكرا جزيلا لك. أعلن الناطق الرسمي باسم وكالة أونروا سامي مشعشع أن جميع الاستعدادات للعام الدراسي في مدارس الوكالة أنجزت برغم التحديات الوجودية والمالية الخطيرة. وقال في بيان إن أكثر من 525,000 طالب وطالبة سيتوجهون إلى مقاعد الدراسة في الأيام المقبلة في 711 مدرسة في مناطق عمليات أونروا في سوريا والأردن وغزة ولبنان والضفة الغربية وشرقية القدس. قالت عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي رشيدة طليب إن قرار حظر سفرها إلى فلسطين المحتلة هو محاولة إسرائيلية لإخفاء حقيقة الاحتلال والممارسات غير الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع زميلتها إلهان عمر، لم تتمالك طليب دموعها خلال سردها لتفاصيل زيارتها القدس المحتلة في طفولتها وحديثها عن جدتها، فيما توعدت عمر بمحاربة إدارة الرئيس دونالد ترامب والحكومة الإسرائيلية القمعية حتى النفس الأخير. عندما زرت فلسطين للتعرف على عائلتي وأجدادي كنت طفلة صغيرة، رأيت أمي تمر بمعابر التفتيش غير الإنسانية على الرغم من أنها كانت مواطنة أمريكية. كل ما يمكنني أن أفعله لجدتي أن أساعدها وأساعد الفلسطينيين في الدفاع عن قضيتهم ومحنتهم، إنهم يستحقون العيش بكرامة. كيف بدت جدة عضو الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب وماذا قالت للميادين عن منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي حفيدتها من الدخول إلى فلسطين المحتلة؟ نسرين. عسكريين وجدار فاصل يقع منزل رشيدة طليب عضو الكونغرس الأمريكي ذات الأصول الفلسطينية والتي حرمها الاحتلال الإسرائيلي من زيارة وطنها فلسطين ورؤية جدتها في مرة قد تكون الأخيرة.
نحن زرنا منزل الجدة علنا ننقل صوتها إلى رشيدة وإلى العالم. كيف حالكم؟ أهلا وسهلا. كيف حالك خالتي؟ كيف صحتك؟ كيف أنت؟ سلامة إيديك؟ زي سلامتك يا خالتي، سلامتك، ألف سلام عليك. كيف أنت؟ أنا مشت أشوف رشيدة، خليها تيجي، خليها تيجي، بدموت، خليها تيجي تشوفني، مريض هيوني، يا بموت اليوم يوم بكرة، اشتكي لها ولا؟ أنت تشتكي تجيش أمك؟ ليش اليهود يعني يمنعوا رشيدة تيجي؟ قالت بدها تروح تزور الحرم، بدها تروح تصلي بالقدس، وبدها تيجي تشوف ستها. مش عدوينا اليهودين، اليهود شو بدهم فيها؟ ما تيجي تتشلهم. ما عدوينا بدهم، مش يخلوها تيجي، أبصليش ولا قالين اني جيتي، قايلين سمعت اني جيتي بديك تروح تصلي في الحرم. طب ليش؟ وحرم ابوهم شو تتوقعوا؟ بدها تيجي ولا لا؟ انتو تعرفوا. رشيده مشتاقه كثير لستها، لكن حتى زياره لستها لازم تبقى مشروطة. وإحنا شدينا على إيد رشيدة وقلنا لها إحنا معاها بموقفها الرافض للشروط الإسرائيلية، وزي ما قالت رشيدة يعني حق من حقوقها، ولازم تيجي وتيجي تزور فلسطين وتزور أقاربها بكرامة. قالت مصادر مطلعة للميادين أن رصد القوة الجوية العراقية أثبت وجود طائرات مسيرة فوق معسكر الصقر قبل الانفجار وبعده، ما يرجح احتمال وقوعه بفعل خارجي. قالت مصادر مطلعة للميادين أن رصد القوة الجوية العراقية أثبت وجود ثلاث طائرات مسيرة كانت فوق محيط معسكر الصقر قبل وقوع الانفجار وبعده، ما يرجح أن يكون الانفجار قد وقع بفعل خارجي. وأضافت المصادر أنه بسبب هوية الطائرات المجهولة أصدر رئيس الوزراء قرارا بمنع أي تحليق في سماء العراق من دون موافقة تتضمن تحديد زمان الطيران ومكانه. كذلك أشارت المعلومات الأولية إلى أن مخزن السلاح لم يكن فيه كهرباء، وأن الأمريكيين كان لديهم إذن لستة أشهر لتحريك طائرات مسيرة لحماية سفارتهم في بغداد شرط ألا تحمل أي صواريخ. المصادر أكدت أنه بعد سقوط عدد من الطائرات الأمريكية المسيرة تبين أنها كانت تحمل صواريخ برغم منعها من ذلك. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. منتجع للكتاب في أرمينيا يقع على علو 1900 متر عن سطح البحر. أهلا بكم من جديد. وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إجراء الولايات المتحدة اختبارا لصاروخ يتجاوز مدى 500 كيلومتر، وصفه بأنه دليل على أن واشنطن كانت تخطط لتقويض معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى منذ وقت طويل. ريابكوف أكد أن موسكو لن تسمح بإقحامها في سباق تسلح جديد ولن تنجر وراء استفزازات واشنطن، وجدد التزام بلاده بحظر نشر الصواريخ حيث لا تنشرها واشنطن. بدوره أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية أن اختبار الولايات المتحدة صاروخا مجنحا سيؤدي إلى سباق تسلح جديد وسيؤثر سلبا على الأمن الدولي. المتحدث الصيني قال أنه لم تمر ثلاثة أسابيع على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الحد من الأسلحة النووية حتى أعلن البنتاغون عن اختبار صاروخ محظور بموجب هذه المعاهدة، وهذا يؤكد تماما الأهداف الحقيقية لانسحاب واشنطن منها.
أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك إحباطهما عملية إعلامية تساندها السلطات الصينية وترمي إلى تقويض شرعية احتجاجات هونغ كونغ. وقال موقع تويتر إنه علق نحو 1000 حساب ادعى أن خلفها جهدا منسقا تدعمه بكين للطعن في مشروعية حركة الاحتجاج في هونغ كونغ وتمس مواقفها السياسية. فيما أعلن موقع فيسبوك إغلاق حسابات وصفحات تثبت أنها على ارتباط بالحكومة الصينية من خلال التحقيق في خلفيات منشئيها. وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قد حث الصين على احترام قوانين هونغ كونغ وكرر التحذير من صعوبة إبرام الولايات المتحدة اتفاقا تجاريا مع بكين إذا تحولت الاحتجاجات في المدينة التي يحكمها الصينيون إلى العنف. وقال بنس إنه لكي تبرم الولايات المتحدة اتفاقا مع الصين يتعين على بكين التقيد بالالتزامات التي قطعتها عام 1984 باحترام سلامة قوانين هونغ كونغ في الإعلان الصيني البريطاني المشترك. رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري لام أمالت أن تكون الاحتجاجات السلمية المعارضة التي شارك فيها الآلاف يوم الأحد بداية لجهود استعادة السلام في هونغ كونغ، وقالت أن هناك خطوات عملية ستتخذها مع المسؤولين لبحث تحقيق مطالب المحتجين. أتمنى بصدق أن يبدأ مجتمعنا بالعودة إلى السلام ونبذ العنف. سنتعامل مع الشكاوى ضد أداء الشرطة وسنعمل على الفور على إنشاء منصة للحوار مع ممثلين عن مختلف التيارات، حوار آمل أن يكون على أرضية من التفاهم المشترك والاحترام لإفساح مجال لخروج هونغ كونغ من وضعها الحالي. ردت رئيسة وزراء الدنمارك على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلة إن جزيرة غرينلاند ليست للبيع. فاطمة قاسم التفاصيل. هذه الجزيرة ليست للبيع، لكننا منفتحون على بحث الصفقات. بهذه الدبلوماسية ردت وزارة خارجية غرينلاند على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي خلط مرة جديدة بين الدبلوماسية والعقارات، كما قرأت الموقف صحيفة نيويورك تايمز. الأمر بدأ مع وعد غريب قدمه ترامب لسكان غرينلاند في تغريدة على تويتر نشر فيها صورة لمجموعة من المنازل الريفية المقامة في الجزيرة وبجانبها مبنى لناطحة سحاب ذهبية اللون كتب عليها ترامب، وعلق: أعد بعدم فعل ذلك في غرينلاند. غرينلاند الدنمارك تملكها أساسا، نحن حلفاء جيدون جدا مع الدنمارك، نحن نحمي الدنمارك كما نحمي أجزاء كبيرة من العالم، لذا فقد ظهر هذا المفهوم وقلت بالتأكيد إنه أمر استراتيجي مثير للاهتمام، نحن مهتمون لكننا سنتحدث معهم قليلا. أتفق تماما مع كيم كيلسون رئيس وزراء غرينلاند، بالطبع الجزيرة ليست للبيع، وبالمناسبة غرينلاند ليست دنماركية، غرينلاند غرينلندية. الرد من سورين أسبرسون المتحدث باسم الشؤون الخارجية لحزب الشعب الدنماركي كان أكثر قساوة من رد الخارجية، رأى فيه أنه إذا كان صحيحا أن ترامب يعمل على هذه الفكرة فهذا دليل قاطع على أنه قد أصبح مجنونا. ترامب الذي أثار بتصريحه حفيظة شعب غرينلاند قبل زيارة مقررة إلى الدنمارك الشهر المقبل يناقش باهتمام موضوع الجزيرة ومواردها، إضافة لأهميتها الجيوسياسية وإمكانية توسيع الوجود العسكري الأمريكي في القطب الشمالي، كما أنه طلب من المستشار القانوني في البيت الأبيض دراسة المشروع قانونيا، لكنه قال إن المسألة ليست أولوية بالنسبة إلى إدارته. وقبل الانتقال إلى أخبار الاقتصاد إليكم هذا الخبر الثقافي من أرمينيا. فمنتجع الكتاب والمشرف على بحيرة سيفان في أرمينيا يعد مصدرا للإبداع والإلهام للفنانين والكتاب منذ عقود. هذا المنتجع والمعروف والذي بوشر ببنائه خلال الحقبة السوفيتية يقع على ارتفاع 1900 متر فوق البحر، وهو يطل على مشاهد مبهرة للبحيرة الواقعة على بعد 70 كيلومترا شرق العاصمة يريفان. ومبدعون كثيرون زاروا المنتجع بحثا عن الإلهام، بينهم الفيلسوف الفرنسي جون بول سارتر. والآن إلى أخبار الاقتصاد مع زميل عبدالله ظاهر. عبدالله مساء الخير. مساء الخير دينا. تفضل. شكرا.
أهلا بكم. تسعى إيران والعراق لإعادة افتتاح منفذ سومار الحدودي بعد نحو شهر من إغلاقه لأسباب لم يكشف عنها. وقال محافظ كرمانشاه إن منفذ سومار يؤدي دورا تنمويا لمحافظتي كرمانشاه الإيرانية وديالى العراقية، ما يستدعي إعادة فتحه بصورة رسمية، مضيفا أن الجهود مستمرة لإعادة فتح الجزء العراقي من هذا المنفذ نهاية الأسبوع المقبل. أكد رئيس الجمهورية الجزائرية المؤقت عبد القادر بن صالح أن الحكومة ستركز في إطار سياستها الاجتماعية على بذل الجهود اللازمة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. بن صالح شدد على مواصلة الجهود لتقليص عجز الموازنة وتعزيز الميزان التجاري للبلاد واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تراجع احتياطي العملات الأجنبية. قال وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس إن الحكومة ستمدد مهلة تسمح لشركة هواوي الصينية بشراء معدات من شركات أمريكية حتى تستطيع خدمة عملائها الحاليين. وأضاف روس أن التمديد سيكون لمدة 90 يوما ويرمي إلى مساعدة العملاء الأمريكيين الذين يشغل كثيرون منهم شبكات في الريف على إيجاد بدائل للشركة الصينية. هذا ونددت شركة هواوي بقرار واشنطن وقف تنفيذ الحظر المفروض على تعامل الشركات الأمريكية معها، وقالت إن الخطوة لا تغير حقيقة تعرضها لمعاملة جائرة. وأعلنت السلطات الأمريكية فرض الحظر على الشركة الصينية متهمة إياها بالتعامل مع الاستخبارات الصينية، وهو ما نفته الأخيرة، فيما رأت هواوي أن هذا القرار مسيس ولا علاقة له بالأمن القومي الأمريكي وينتهك المبادئ الأساسية للمنافسة في السوق الحرة، ولن يساعد الولايات المتحدة على تحقيق الريادة في المجال التكنولوجي. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى دراسة خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية واحدة إضافة إلى بعض التيسير الكمي. ويواصل ترامب الضغط على البنك المركزي الأمريكي من خلال تغريدته على تويتر، حيث قال إن سعر فائدة مجلس الاحتياطي وخلال فترة زمنية قصيرة ينبغي أن يتقلص 100 نقطة أساس على الأقل مع بعض التيسير الكمي، ورأى أن قوة الدولار الأمريكي تضر بأجزاء أخرى من العالم. بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي شؤون الاقتصاد ومغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، ويأتي الاتصال قبيل انعقاد قمة لمجموعة السبع في فرنسا مطلع الأسبوع المقبل. وقال متحدث باسم مكتب جونسون إن الرئيسين تطرقا إلى مسألة تطوير العلاقات التجارية بين واشنطن ولندن، إضافة إلى أحدث تطورات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني إن بناء موازنة العام المقبل على أساس إنفاق يصل إلى 50 مليار يورو يعد أمرا ضروريا لتحقيق صدمة تؤدي إلى تحفيز اقتصاد البلاد. ويسعى سالفيني إلى حل الحكومة الائتلافية الحالية، ما قد يعقد استعدادات البلاد لصياغة ميزانية العام المقبل، وذلك إثر خلافات داخل الائتلاف الحاكم على مشاريع ضخمة يرى سالفيني أنها ضرورية لتحفيز اقتصاد البلاد، على عكس شريكه في الحكم حزب خمس نجوم. هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية في الظهيرة، شكرا لحسن متابعتكم، نلتقي من جديد عند 5:30 عصرا مع الاقتصادية المفصلة. عودة لك إيران. شكرا لك عبد الله. تمثلت تداعيات الحرب السورية على جزيرة أرواد بوضع اقتصادي صعب سببه تراجع السياحة وصناعة القوارب، لكن الجزيرة الهادئة بدأت تستعيد عافيتها بعد عودة الحياة تدريجيا إلى مختلف المدن السورية. لم تكن تداعيات الحرب السورية على جزيرة أرواد على شكل مبان مدمرة أو طرق مقطوعة، فالحياة سارت فيها على نحو هادئ، لكن الجزيرة التي تقع قبالة مدينة طرطوس عانت في المقابل وضعا اقتصاديا صعبا. في هذه الجزيرة لطالما مثلت صناعة القوارب تجارة مربحة على امتداد ساحل البحر المتوسط من لبنان إلى تركيا، إلا أن الأمور بعد سنوات من الحرب قد تغيرت. اشتغل فيها ما قدر يزيد عنه إلا أني تتقضي بس اني ياكل ويشرب منها بس لهيدا المصلحة، ما بيزيد عن، والولاد ما علمنيهم، يمكن انا ابني ما يرضى يعيش بالوضع اللي انا عايشه اليوم.
يبدو فاروق بهلوان وهو صانع قوارب متشائما بشأن هذه الصناعة، فلبنان اتجه إلى فرض رسوم استيراد أعلى بينما أغلقت الحدود مع تركيا، فيما ارتفعت الأسعار بسبب صعوبة استيراد بعض المواد. طلع الساعة 5 الصبح مشان نجيب خضر للعالم. الساعة 5 الأمل للعالم مش هيك بالعالم. هلا احنا ما عندنا طريق بر من هون لأرود. التراجع الاقتصادي في سوريا أثر كذلك سلبا في حركة السياحة في جزيرة تفتخر بتراثها البحري. شفت انه صحراء ولا شيء. هون يعني خطر في بالي أنه ما في مجال للقعدة أبدا. نحو 10,000 شخص يعيشون على جزيرة أرواد يلبون احتياجاتهم اليومية باستخدام القوارب التي تجلب المواد الغذائية وغيرها من السلع من طرطوس في رحلة تستغرق نحو 20 دقيقة. وضع يبدي سكان أرواد ثقتهم بأنه يتجه نحو الأفضل بعد تحسن الأوضاع الأمنية وعودة الحياة تدريجياً إلى مختلف المدن السورية. والآن إلى العناوين. الجيش السوري يستعيد خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، ونائب روسي ينقل عن الأسد قوله أن تغييرات إيجابية تشهدها سوريا. قتلى وجرحى في مواجهات عنيفة في أبيان جنوب اليمن بين قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا وقوات هادي المدعومة سعوديا. قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان تتفق على أسماء ممثليها في المجلس السيادي. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى، والخارجية الفلسطينية تدين مشاركة عدد من موظفي البيت الأبيض في الاقتحام. وموسكو وبكين تنتقدان الاختبار الصاروخي الأمريكي وتريان أنه يكشف نيات واشنطن الحقيقية. للمزيد زوروا صفحة الميادين على الانترنت الميادين.net والميادين بالإسبانية المتابعين باللغة الإسبانية. إلى اللقاء.